أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي قرية نجع السبع بمركز أسيوط، حيث تستمر القافلة على مدار يومين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تقدم خدماتها بالقرى والنجوع المحرومة. كما تقدم المبادرة الفحوصات الطبية في العديد من التخصصات الطبية والعلاجية المختلفة، ويتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة، ذلك لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة. النهاردة في قفلة العلاجية ضمن مبادرة رئاسية حياة كريمة بنقدم خدمة علاجية ذات جودة عالية لإخواننا المواطنين لغاية عندهم لغاية في القرى البعيدة عن الخدمات. معانا 9 تخصصات طبية: بطنة، أطفال، جراحة، جلدية وتناسلية، أطفال مسالك ونساء وتنظيم أسرة وأسنان. معانا صيدلية كبيرة فيها كل الأدوية اللي بتحتاجها القافلة بكميات وأصناف كتيرة جدا. المريض بياخد علاج يكفيه مدة العلاج بالكامل ومجاني تماما. من أول ما المريض بيقطع التذكرة بيتوجه لشباك التذاكر، وبعد كده بنوجهه لكشف مبكر عن ضغط السكر، بعد كده بيتوجه للعياده اللي هيشتغل فيها. لو احتاج اي فحوصات بيعملها مجانا، لو احتاج اي تقرير طبي لو يعمل علاج على نفقه الدوله او يعمل فحوصات مش موجوده عندنا هنا، فحوصات اكبر بنحول له اقرب مستشفى، بنعمل له تقرير طبي بنحول له اقرب مستشفى. انا بسعى ان انا اقدم لهم خدمه طبيه متميزه باخصائي واستشاري في مختلف التخصصات الطبيه مع صرف العلاج بالمجان، وعندي معمل تحاليل بنتقل بيه، وعندي جهاز أشعة متنقل، وبنصرف الدواء بالمجان مع خدمة طبية متميزة يقدمها أخصائيين واستشاريين. القفلة دي ممتازة وفيها علاج ممتاز، وجايبين جميع التخصصات فيها، فيها جلدية وفيها جراحة وفيها أطفال وفيها باطنة، والحمد لله رب العالمين والعلاج متوفر.